ساعات ويبدا السباق الدرامي لمسلسلات رمضان، والسنه دي بنشوف وجبه دراميه متميزه بتقدمها الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه خلال رمضان 2024. تجمع بقى فيها بين الكوميدي والتاريخي والتشويق والدراما، وطبعا بجانب الاعمال المميزه اللي هتتقدم للاطفال السنه دي. وجبه فيها كل الوان الدراما وبترضي كل اذواق الناس اللي بيتابعوا الدراما الرمضانيه كل سنه. ضخامه في الانتاج، تنوع في الورق، وايضا في الصوره اللي هتقدم السنه دي على شاشات المتحده. معانا الكاتبه الصحفيه بجريده الوطن الاستاذه ضحى محمد، تكلمنا عن سباق رمضان الدرامي وابرز ملامح رمضان السنه دي 2024. بنقول لها صباح الخير وكل سنه طيبه يا استاذ. صباح الخير عليكم، كل سنه وحضراتكم طيبين وكل المشاهدين بخير. دراما فيها تاريخي وفيها اجتماعي وتشويق وكوميدي، وكمان في نصيب للاطفال. اهم ملامح الوجبه الدراميه ل 2024. في الحقيقه السنه دي احنا بنشهد موسم قوي وثري جدا بالمسلسلات والاعمال المتنوعه ما بين الاجتماعيه والتشويقيه والكوميدي، وفي تاريخيه وكمان اطفال. المتحدة السنة دي بتنتج مع شركات إنتاج مختلفة 20 مسلسل مختلف. طبعا في أكتر من عمل مهم، بس خلينا طبعا نبدأ بمسلسل الحشاشين. طبعا مسلسل من أقوى وأضخم الإنتاجات في الدراما المصرية عامة، بطولة النجم الكبير كريم عبد العزيز، طبعا بيتعاون مع المؤلف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي. السنة دي خلاص يعني ساعات قصيرة جدا وتفصلنا عن إن احنا نشوف أول الحلقات. المسلسل ده يعتبر من أضخم الإنتاجات لأنه بيقدم شخصية حسن الصباح، طبعا دي أخطر جماعة إرهابية موجودة في التاريخ. هتبدأ إن هي تعرض الأحداث بشكل تاريخي مبسط، لأن زي ما كلنا عارفين إن الدراما مهمة جدا إن هي تكون تشويق وتسلية، بس برضو في جزء مهم قوي إن احنا نعرف التاريخ بشكل مبسط وسلس للجمهور. طبعا ده بالنسبة لمسلسل الحشاشين. في كمان عندنا مسلسل السنة دي مهم جدا، مسلسل مليحة، وده يعتبر من المسلسلات الفلسطينية، أول إنتاج للمتحدة بتعاون مع شركات أخرى، بيتكلم عن فلسطين. طبعا بعد الأحداث الأخيرة قررت إن هي تدعم فلسطين بجزء ولو حتى بعمل، مسلسل من 15 حلقة من بطولة دياب والفنانة ميرفت أمين، وكمان في ممثلين فلسطينيين فعلا. المسلسل هيتعرض في النص التاني من رمضان وشغالين تصوير عليه حاليا. طبعا في حاجات كتير مهمة عندنا كمان السنة دي. نيلي كريم، يعني جمهور نيلي كريم يعني رجع السنة دي بكوميديا حاجة مختلفة عن السنة اللي فاتت، كانت عاملة مسلسل عملة نادرة. السنة دي بقى رجع بالكوميديا والحس الكوميدي بتاعها من جديد تاني بعد بميت وش لو نفتكر مع كاملة أبو ذكري. هي عرفت تطلع منها الجزء الكوميدي الجميل اللي هو بيحسسنا ان نيلي عندها جزء شويه نكد وشويه دعابه وفكاهه. طب تعالي نقسم كده البرامج والمسلسلات لفئات كده. خلينا نبتدي بالاطفال، اللي دايما بنقول ان احنا مش بنلاقي انتاج مصري ومش بنلاقي حاجه تبقى شبهنا، حتى الولاد لما بيتفرجوا على كرتون مدبلج بيبقى مش باللغه العاميه المصريه. السنه دي بقى يحيى الفخراني، طبعا دكتور يحيى الفخراني رجع ومعاه كمان كنوز. طبعا احنا عندنا السنة دي مسلسلات الأطفال مهمة. كل سنة بنقعد نقول احنا عايزين حاجات أطفال. أيوة. السنة دي عندنا أربع مسلسلات أطفال، في يحيى وكنوز الجزء الثالث بعد ما نجح جزئين اللي فاتوا. طبعا ده يعني من أهم المسلسلات الأطفال الموجودة. عندنا كمان حاجة اسمها سر المسجد عشان نعلم الأطفال التعليم، الدين والصلاة والحاجات المبدئية، بس بشكل مبسط بشكل كرتون لذيذ كده عشان الأمهات تقدر إن هي تفرج الأطفال عليهم. عندنا كمان مسلسل اسمه نورة، ده مسلسل برضو ده مش كرتون بقى، ده أنيمي أنيميشن. هو مسلسل برضو بسيط للأطفال، بيتعلم برضو القيم والمبادئ والأخلاق، يعني حاجات برضو بسيطة جدا. عندنا كمان مسلسل اللي هو زي ما قلت نورة، وفي نورة وسر المسجد زي ما قلت. بس فهي دي مسلسلات الأطفال السنة دي، دي من الحاجات المهمة قوي إن احنا نشوفها ونتابعها خاصة للأطفال. الملك يحيى الفخراني، يحيى وكنوز طبعا للأطفال، راجع السنة دي بعد غياب سنتين على الشاشة، راجع بمسلسل عتبات البهجة عن نص مهم جدا للروائي إبراهيم عبد المجيد بشكل جديد ومختلف.
شايفه عوده يحيى الفخراني ازاي؟ كمان هو بيتعاون مع ماجده ابو عميره لاول مره بعد النجاح الكبير اللي حققه من 12 سنه في مسلسل يتربى في عزه اللي هو كل المصريين فاكرينه او شخصيه حماده لغايه دلوقتي. صحيح، يحيى الفخراني بيعود السنه دي بعتبات البهجه مع المخرج الكبير مجدي ابو عميره. مجدي ابو عميره يعتبر عمود من اعمده الدراما المصريه، يعني مجرد بس اسمه على التتر او موجود في عمل ده كفيل ان هو يكون ناجح 100%، واحنا مستنيينه بحفاوه شديده، خاصه ان يحيى الفخراني عامل شخصيه جديده، عامل يوتيوبر. فيعني يحيى الفخراني بقى هيقدم اليوتيوبر بلذاذه بطريقته هو المختلفه، فده كمان شيء جديد واحنا مستنيينه السنه دي. كمان مش عايزين ننسى امبراطوريه ميم، مسلسل امبراطوريه خالد ميم النبوي. خالد النبوي ده يعني مسلسل في غايه الاهميه، ان هو بنعيد تقديم روايه احسان عبد القدوس من جديد بعد كام سنه لما قدمتها فاتن حمامه من خلال فيلم سنه 1972. السنه دي بيقدمها خالد النبوي، بس لان الروايه الاصليه اصلها رجل مش مراه. هي دي بقى الحاجه اللي اثارت الجدل، اللي ما كانش قرا الروايه كان متخيل في ذهنه ان ازاي طيب خالد النبوي هيعيدها. لما الموضوع ابتدى يطرح والناس اللي ما كانتش قرات الروايه ابتدت تبص عليها وتفهم وتعرف، اتعرفت ان هي اصلا اساسا معموله لرجل، وتم بقى تظبيطها للسيده فاتن حمامه. صحيح، والسنه دي خالد النبوي هو بيقدمها. كمان في عوده لحاله شيحه للدراما من جديد، وعندنا 6 أطفال بقى اشقياء بمختلف المراحل العمريه، في نور خالد النبوي معاهم. هيقدموا في معالجه مناسبه ل 2024 بمشكلات 2024 بالظبط. يعني هم حاولوا ان هم يضيفوا على السيناريو بشكل معاصر، ان احنا نقدم من جديد المسلسل بس بالروح بتاعت دلوقتي، بمختلف الشباب واختلاف الاجيال والاطفال وتفكيرهم ودخول التكنولوجيا والسوشيال ميديا، والاب اللي بيبدا يحس ان في يعني حد حب في حياته وبيبدا يختار. ان شاء الله نروح لياسر جلال، وياسر جلال السنه دي بيقدم دور مختلف. بيتكلم هنا، احنا بنتكلم على جودر الصياد، روايه او مسلسل في استلهام كده لألف ليله وليله، فانتازيا تاريخيه شويه، التاريخ بشكل مختلف وفي خيال. شايفه تجربه ياسر جلال السنه دي ازاي؟ تجربة مميزة جدا، ونتوقع لها النجاح، لأن ياسر جلال عامل مجهود بصراحة يعني فوق الوصف. بيقدم السنة دي مسلسل جودر من حكايات ألف ليلة وليلة، طبعا يعني اتربينا عليها وعارفينها، حكايات شهرزاد وشهريار. السنة دي بقى هتتقدم بطريقة مختلفة. ياسر جلال بصراحة باذل مجهود كبير جدا، مخصصين شركات الإنتاج حوالي 200 فرد عشان بس تظبيط عناصر الجرافيك الخاصة بالمسلسل، لأن طبعا مسلسل تاريخي بيحتاج شوية مؤثرات صوتية وجرافيك خاص من نوعه، فهم يعني باذلين يعني أقصى مجهود عشان المسلسل يطلع بهذا الشكل. طيب البطولات النسائية لينا نصيب فيها، اتكلمتي عن نيلي كليم وفراولة، مين معانا تاني؟ عندنا طبعا غادة عبد الرازق السنة دي بتنافس بصيد العقارب، وطبعا ده مسلسل مهم، وغادة ليها جمهور كبير في يعني اسم غادة عبد الرازق بس ده لا هو قال أنا عايزة أتابع المسلسل، عايزة أشوفه. وبتعمل كمان تجربة مختلفة اللي هي صيد العقارب، بتصور مع عقارب حقيقي وبتتعرض لحاجات. يعني المسلسل فعلا خطير وهيبقى مختلف جدا السنة دي صيد العقارب. عندنا زي ما اتكلمنا عن نيلي كريم السنة دي، في أكتر برضو من ريهام حجاج عاملة مسلسل صدفة، برضو طلع بدور تخلت عن البنوتة الشيك اللي بتلبس حلو بقى للإطار الشعبي الجميل، اللي برضو هنشوفها بدور مختلف السنة دي. الحارة المصرية ليها نصيب وليها حضور في دراما 2024، بنتكلم على حق عرب وأول بطولة لأحمد العوضي. كمان مسلسل مهم تاني هو مسلسل معلم لمصطفى شعبان، أجواء الدراما بتدور داخل الحارة المصرية. صحيح، الحارة المصرية مهمة برضو لأن في جمهور ليها كبير، قطاع كبير. عندنا حق عرب والمعلم وكمان محارب لحسن الرداد. طبعا حسن رداد السنه دي بينافس برضو بمسلسل محارب بطولته هو واحمد زاهر، ده انتاج احمد السبكي. السنه دي هنشوف احمد زاهر وحسن رداد في صراع ما بين الخير والشر داخل الحاره الشعبيه، ما بين الطبقات، وطبعا دي حاجه مختلفه وجديده علينا هنشوفها السنه دي. كمان زي ما حضرتك ذكرت المعلم مصطفى شعبان بيصور في ضوء يعني
في شادر من شادر السمك، بيصوروا بقى بالتفاصيل بتاعه الصياد وبيحصل ايه والمشاكل اللي بيقابلها في المجتمع معاه. عندنا كمان حق عرب راجع السنه دي احمد العوضي، بطوله مطلقه ليه، ودي تعتبر اول مره انفصل عن ياسمين عبد العزيز، وهنشوفه بشكل مختلف وعامل تجهيزات خطيره صراحه، وان شاء الله يعني يكون ليه نصيب برده السنه دي. هنستنى نشوف امير كراره كمان السنه دي. اه طبعا بيت الرفاعي هيبقى من المسلسلات المهمه اللي الناس مستنياها، حتى برضو ظاهر في البرومو والبوسترز بشكل لوك مختلف. كمان مش عايزين ننسى البطوله الشبابيه، يعني المتحده السنه دي بتدعم الشباب بطريقه يعني كبيره جدا، سواء في تصدر البطوله وسواء في ظهور وجوه الشابه في المسلسلات. عندنا السنه دي مسار اجباري، بطوله عصام عمر واحمد داش، لاول مره هما الاثنين بطوله يعني في دراما رمضان مع بعض، بيقدموا برضو مسلسل اجتماعي لطيف قوي مع صابرين وبسمه، لما الاب بيتوفى وبتكتشف الزوجه ان في زوجه تانية، فبيبداوا يدخلوا في صراعات، واخ يعني ما كانش عارف ان عنده ميراث، يعني برضو قصه تشويقيه جميله جدا هتتقدم السنه دي في دراما رمضان. نروح للكوميديا، الكوميديا كمان مهمه جدا وكلنا بنستناها، الكبير قوي راجع بجزءه الثامن، بابا جه اكرم حسني، فراوله كمان زي ما قلت صحيح. في البدايه نيلي كريم بتقدم كاننا كده بنفتكر 100 وش قبل كده، بترجع مره ثانيه تقدم لون كوميدي، شايفه نصيب الكوميديا ازاي في دراما رمضان السنه دي؟ الكوميديا وجبه اساسيه يعني على مائده الفطار في رمضان، مفيش حد فينا ما بيستناش المسلسل الكبير قوي في رمضان، واحمد مكي بالجزء الجديد اللي بيقدمه السنه دي، كمان مكي عامل توليفه كوميديه جديده مربوحه، وكل الافيهات اللي حصلت السنه دي في احسن واجدد، اعتمد كمان السنه دي على استضافه ضيوف شرف، يعني في اكتر من ضيف شرف طالع في المسلسل، منهم امينه خليل ومحمد ثروت وغيرهم من النجوم والفنانين، طبعا ده هيدي ثقل للمسلسل وهيدي له يعني اهميه اكبر. طبعا زي ما حضرتك ذكرت برضو بابا جه من المسلسلات المهمه قوي، اكرم حسني ليه جمهور كبير وبدا ان هو يعمل دعايه بينزل الاغنيه بتاعه المسلسل بتاعه، وعامل برضو في اطفال في المسلسل، ووجبه دراميه لذيذه جدا 15 حلقه ان شاء الله مستنيينها. وفراوله طبعا فيها كوميديا وتشويق، يعني مزيج من الكوميديا والتشويق. في السنه دي مسلسلات كتير 15 حلقه، وفي طبعا المسلسلات اللي هتبقى موجوده 30، قسم لنا كده المسلسلات ما بين ال 30 وبين ال 15 لو ذهنك حاضر في الاعداد، وفكره اصلا انتاج 15 حلقه بيعمل زخم اكتر، بيقدم وجوه اكتر سواء شابه او مكان للابطال. صحيح، هي السنه دي برضو من الظواهر الملفته ان في 20 مسلسل في اكتر من نصهم 15 حلقه، ودي حاجه كانت مهمه قوي مقسومه على النص الاولاني والثاني عشان منعا لتكرار الاحداث او حدوث نوع من الملل طبعا. فطبعا ده كان مهم قوي ان احنا نقدم مسلسل 30 حلقه لان احداثه تحتمل ذلك، وفي احداث ثانيه ل 15 حلقه لان مفيش داعي بقى للمط والتطويل علشان بس نقفل عدد الايام في الشهر. اه بالظبط، لكن طبعا في مسلسلات تستدعي ال 30 حلقه ان هي هتكمل معانا، في يعني عندنا كمان السنه دي كامل العدد ده 30 حلقه بتاع دينا الشربيني، مهم قوي ان احنا نتكلم عنه، لان كمان المتحده السنه دي حرصت على ان النجوم اللي توفوا هيظهروا في المسلسلات، يعني ما اخفوش ادوارهم، ما يعني لا بالعكس هم موجودين، يعني زي عندنا مثلا مثال على ذلك الفنان مصطفى درويش، طبعا يعني ربنا يعني يرحمه، الى انه هيكون موجود في الجزء الجديد، عاملينها بصوره مختلفه، المؤلفه قررت ان هي زوجته في المسلسل تخلف ويبداوا يحطوا صوره في المسلسل في الاوض، فنبدا نشوف تاني مصطفى درويش من جديد، ودي بصراحه يعني لفته جميله جدا من المتحده، فان احنا نشوف حد بعد ما توفى حتى يعني ندعي له. بعين الناقده الفنيه كده والكاتبه الصحفيه، شايفه بترهني على اي مسلسل، اكتر مسلسل بترهني عليه كان هو الحصان الرابح في رمضان، واكتر وجه جديد ممكن يقدم نفسه بشكل مختلف السنه دي؟ بصراحة أنا طماعة شوية وهشوف كل المسلسلات، يعني حابة ده جدا إن أنا أتفرج وأشوف وأخد التجربة كاملة، لأن المسلسلات فعلا غنية بالعناصر المفيدة، بس ممكن يعني نميل شوية أكتر للحشاشين لأنه هيكون مسلسل ضخم وقوي جدا، وطبعا عتبات البهجة للدكتور يحيى الفخراني. كمان عندنا المسلسلات ال 15 حلقة مهمة جدا إن احنا نتابعها السنة دي، وممكن يكون الرهان على عصام عمر في مسار إجباري بإذن الله.
اشكرك شكرا جزيلا الكاتبه الصحفيه ضحى محمد الصحفيه بجلاله الوطن، نورتينا وشرفتينا. شكرا. كل سنه وانت طيب. وحضرتك طيب وكل الساده المشاهدين بخير وطيبين. شكرا لوجودك معانا يا ضحى. شكرا جزيلا.